Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا، واعتذر عن انقطاعي عن انزال الدروس بسبب سفري الى تايلاند لقضاء اجازتي السنوية. للأسف الاجازة نعم صادفت في شهر رمضان، لا يوجد لدي اي يعني خيار اخر كان، وانا مضطر ان اخذ اجازة حتى اجدد نشاطي واغير يعني جو. فخطر على بالي لما لا تكونوا معي في هذه الرحلة. اللي حاب إن هو يشاركني هذه الرحلة قد أستخدم فيها بعض الجمل اللغة الإنجليزية والمحادثات في بعض المطارات والمولات والأشياء يعني مختلفة. فإذا أردت أن تكون معي في هذه الرحلة أهلا وسهلا بك. إذا أردت أن تنتظر إلى الدروس التي بعد العيد، ستكون هناك نفس السلسلة سنواصل بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى. سأنتظر تعليقاتكم، إذا كان عندكم اقتراحات أو تعليقات سيسعدني أن أقرأها وأشاركها معكم. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. Goodbye. حبيت أشارككم هذا المنظر الرائع